سيدي أبا القاسم يا رسول الله، يا سيد الرسل جئتك قاصدا أرجو رضاك وأحتمي بحماك، أنت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك إلى قربه وحباك. عذرا رسول الله إن قصرت في وصف، فإن جمالكم لن يوصف. جاءت قديما ذرة من نوركم قد جمل الرحمن منها يوسف. والله لو جد العباقرة كلهم في وصف أفضال له لن تعرفا. والله لو قلم الزمان من البداية إلى النهاية ظل يكتب ما اكتفى. والله لو ماء البحار بأسرها كان المداد لوصف أحمد ما اكتفى. والله لو قبر النبي تفجرت أنواره للبدر ولا واختفى. فيه لقيا في السماوات العلى وبحضرة المولى الكريم تشرفا. يكفيه أن البدر يخسف نوره لكن نور محمد لن يخسف. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. صلاة بعدد أنعام الله، دائمة بدوام ملك الله. ما اتصلت العيون بالنظر، وما تزخرفت الأرض بالمطر، وما حج حج واعتمر ولبى وطاف وقبل الحجر. أخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. نحييكم في هذه الليلة القرآنية المباركة، تلك الليلة التي أقامتها الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة، عموم جميع عائلات أبو حطب المنتشرين في أنحاء جمهورية مصر العربية، أصحاب المعالي والمقام العالي. وقد أقاموا هذه الليلة تكريما للراحل الكريم الحاج عبد العزيز أبو حطب عليه رحمة الله، الذي انتقل إلى جوار ربه في هذه الأيام الطيبة المباركة العطرة. ونحن نتنسى ميلاد الحبيب صلى الله عليه وسلم، نسأل المولى عز وجل أن يبلغ ثواب قراءة القرآن في هذه الليلة إلى روح المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونجعلها نورا يتقاطر على الراحل الكريم في قبره يا رب العالمين. نتقدم باسم أبناء الراحل الكريم باشمهندس عادل عبد العزيز أبو حطب والحاج هاني عبد العزيز أبو حطب وجميع عائلات أبو حطب بخالص الشكر والتقدير لكل من أتى لأداء واجب العزاء. أخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، هيا بنا لنعود إلى ساحة القرآن الكريم، وقد اعتلى منصة القراءة ذلكم الصوت الذي يترقب الكل استماعه، لا يخلو مكان في أنحاء جمهورية مصر العربية بل في أنحاء البسيطة كلها إلا ويتشوق ويترقب الاستماع إليه. ذلكم القارئ صاحب الموهبة الفريدة، القارئ الذي قد أنعم الله عليه بجمال الصوت مع دقة الأداء، صاحب الأحكام والإحكام، القارئ المميز والمتميز، المميز بصوته والمتميز بأدبه وأخلاقه، فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر نجم اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، يتلو ويتلو علينا بما نزل من القرآن على قلب الحبيب محمد. أسأل المولى عز وجل في عليائه أن يتجلى عليه وأن يرزقنا حسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر
قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم.
ذكر رحمة ربك عبده زكريا واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا
يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى خلقتك من قبل ولم تك شيئا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا
يا يحيى قولي الكتاب بقوتي وآتيناه الحكم صبيا وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلاما
واذكر في الكتاب مريم واذكر في الكتاب مريم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا وأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا وأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا
قال إنما أنا رسول ربك ليذهب لك هنا ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا قال كذلك قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملت وفيك بدل به مكانا قصيا فأجاء المخاط إلى جذع النخلة فحملت وفيك بدل به مكانا قصيا قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا قد جعل ربك تحتك سريا
تحكي سريع كنت جعل ربك دمتك سريع فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا صدق الله العظيم. فمن ذا ينكر النفحات هذا ورب العرش أوضحها جليا فتلكم نخلة في غير وقت لمريم أثمرت ثمرا شهيا إله العرش قال لها وهزي فأنزله لها رطبا جليا هكذا أخوتنا إخوة الإيمان والإسلام عشنا واستمتعنا بهذه التلاوة القرآنية المباركة العطرة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية نقلنا على مكبرات الصوت إدارة مؤمن أنيس الفكهاني النخاس مركز الزنخزي الناس الكهربائية الكبرى بأضخم محطات الديزل كبرى قصور الضيافة المتنقلة ومخازن الفراشة الذهبية الحديثة الكبرى الحج عطية أبو غنيمة بأبو نجاح إدارة الحج عبد الله عطية أبو غنيمة مهندس محمد عبد الله عطية أبو غنيمة بأبو نجاح مؤسسين أعمال الفراشة على مستوى الجمهورية خدمة الفندقية المتميزة
المتميزة مزاقا ونفسا وإفرانا متر محمد أبو المجد والسيد وليد الزمرني الوحدة الفنية لتصوير كبرى الحفلات الدينية المتميز دائما المهندس ناصر صلاح الزقازي نتقدم باسم جميع عائلات أبو حطب نتقدم باسم البشمهندس عادل عبد العزيز أبو حطب الحج هاني عبد العزيز أبو حطب وجميع الأسرة الكريمة بخالص الشكر والتقدير لكل من خطى خطوة إلى هنا لأداء واجب العزاء وطنا إخوة الإيمان والإسلام ولقد شرفنا بحضور وفد من كبار العلماء من مشيخة الأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية لتقديم واجب العزاء إلى الدكتور شريف أبو حطب والأسرة الكريمة جميعا نتشرف بتقديم كلمة العزاء من فضيلة الدكتور أحمد رمزي جبر السباب عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سائلين المولى عز وجل أن ينفعنا بعلمه يا غافلا عن ربك اصغى معي بأذنك وعيناك فالكون مملوء بأسرار إن حاولت تفسيرا لها أعياك كل طبيب تخطفته يد الردى يا شافي الأمراض من أرداك كل صحيح يموت لا من علة منزى يا صحيح بالمنية دهاك كل العليل نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك بل سائل الأعمى خطى وسط الزحام بلا اصطدام وقل يا أعمى من ذا يقود خطاك بل سائل البصير وقد كان يحضر حفرة فهوى بها من ذا الذي أهواك بل سائل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وكل الشهد من حلاك وإذا رأيت النخل مشكوك النوى فاسأله وقل يا نخل من شق نواك وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله وقل يا ثعبان كيف تعيش أو تحيا وهذا السم يملأ فاك الله فوق الخلائق كلها إن لم تكن تراه فهو يراك